نروح بقى لكرة الطايرة. وامبارح توج فريق شباب كرة الطايرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني حسام الشعراوي بلقب بطولة منطقة القاهرة للموسم الحالي 2022-2023، وده بعد فوزه على نظيره الشمس بنتيجة 3-0. جت بقى نتيجة الأشواط كالتالي 25-22، 25-14 و25-16. شهد اللقاء اللي أقيم على صالة رقم 4 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي سيطرة الأهلي وسط حضور بسيط للأهالي وزملاء اللاعبين، أكيد كل ده من أجل طبعا دعمهم.